السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي وطالبات الصف الخامس، أهلا بكم في لقاء متجدد. بتوحشونا. بإذن الله النهاردة هنكمل ليسون 1 يونت 3 فود ريليشن شيب امونج ليفينج اورجانيزم. بدايه اور ليسون اوبجكتيفز باي ذا اند اوف ذا ليسون ستودنت شود بي ايبل تو. اول حاجه ايدنتيفاي الفود ريليشن شيبس امونج ليفينج اورجانيزم، هنتعرف على العلاقات الغذائيه بين الكائنات الحيه. Deduce the food relationship between nodular bacteria and pins. Number three, deduce food relationship between sponge and the tiny aquatic living organism. Number four, compare between external and internal parasitism. Number five, write list of parasites that harms human and cause disease. هنعمل تذكر لبعض النقاط اللي اتكلمنا فيها حصة امبارح. أول food relationship اتعرفنا عليها امبارح كانت ايه يا ولاد؟ البريديشن. بس بداية ان الـ animals depend on directly on plants in their feeding زي ايه؟ زي الكاو، الهورس، الشيب and so on. Many examples for animals feed on plant. يبقى هنا الحيوانات بتاكل النباتات مباشرة indirect. And this other animals في بعض حيوانات أخرى depend on plants indirect بطريقة غير مباشرة as lion, snake, fox and so on. يعني دي حيوانات بتاكل اللحوم أو بتتغذى على اللحوم ولكنها أكلت النبات بطريقة غير مباشرة. يعني مثلا لما نقول أسد هياكل غزالة فهو أكل النباتات الخضراء بس في صورة الغزالة، لأن الغزالة اتغذت على النبات، فهو يبقى الـ source of energy عند الأسد من النبات بس عن طريق الغزالة. طيب يعني هنا اعتمد على النبات بطريقة غير مباشرة. طيب إيه الـ food relation between living organisms؟ Number one predation الافتراس، وعرفنا هي تتكون من pre و predator، symbiosis التعايش، سابروفيتيزم الترم. ان شاء الله امبارح حصه امبارح تم تناول البريديشن بانواعه ما بين الانيمال او البلانت، والسيمبيوزس هنتكلم عنها النهارده، وباذن الله المره الجايه هنتكلم عن السابروفيتيزم، يبقى في ريفيجن جميل جدا باذن الله عن الليسون كله. تمام، يبقى الفود ريليشن شيب لما يسالني هي ايه؟ بريديشن، تمام، سيمبيوزس، سابروفيتيزم. كمان اتعرفنا اول حاجه في البريديشن زي ما انتم شايفين كده، كات بيديفور رات، لايون ديفور دير، مسكينه حرام. البريديشن هي ريليشن شيب امونج ليفينج اورجانيزم وير وان ليفينج اورجانيزم ديفورس اور بريديت انذر وان. يعني الكات هنا هي بريديتور واللايون بريديتور، اما الرات او اليونج دير هي البري الفريسه. في الانيمالز البريديتور زي ايه يا ولاد؟ لايونز، تايجرز، وولفز، كاتس، شارك. في كمان بريديشن بيحصل في الميه ما بين اسماك القرش واسماك اخرى في الميه معاه. اما البريز اللي هم الفريسه ذا ديفورد انيمال، الدير، الرابت، الرات. بريديتورز ديفورز ذا بري تو جيت ذير فود، هو بيعمل كده ليه؟ بيفترس ليه؟ علشان تو كيب سرفايف يعيش. Get their food. Predator بتبقى ايه؟ وبري. يعني هنا عندنا في العلاقة البريديشن بريديتور وبري. تمام؟ أنا بعمل ريفيجن سريع كده لأن ده يعني تم شرحه بالتفصيل بالأمس. أما في البلانتس عندنا examples زي النبات الديونيا والدروسيرا. Some plants have to breed tiny يعني very small animals زي الانسكت. Small frog such as insect. Why? To get elements. هي محتاجة النباتات دي بعض الالمنتس مش بتجدها في السويل، فبتقدر تاخدها عن طريق انها بتصطاد الحشرات الصغيرة، ماشي، وتبدأ تعمل لها ايه، تحللها وتاخد الالمنت اللي محتاجاها. ليه؟ To make protein. إذا البريديتورز هنا هو مين يا ولاد؟ اللي هم بنسميهم insectivorous plants، هي عبارة عن النباتات دي اللي قدامنا اللي هي نباتات بتاكل الحشرات، عشان كده سميناها insectivorous.
طب والبري هو مين؟ مين الفريسة هنا؟ طب برافو، الانسكتس، الحشرات الصغيرة زي ما شايفين كده في النبات اللي قدامنا، شايفين الزوائد دي، أول ما بتخش الحشرة في مادة جوه هنا في النص صمغية كده، بتروح لحشرة جوه تدخل تلزق ويروح قافل عليها بالشبه الار الفينجرز كده وتبدأ تحللها. أما النبات هنا الدروسيرا هنا في بعض اللي شايفين الكور الصغيرة دي مادة لزجة، أول ما تقف الحشرة هنا خلاص دخلت المصيدة، يروح النبات يحصل له بيندينج يتني عليه ويقتل أو يموت الحشرة ويمتص الايه الريكوايرد element تو ميك بروتين زي الديونيا والدروسيرا. تمام، النهارده بقى هنتكلم عن ايه، على تاني نوع من الفود ريليشن شيب وهي السيمبيوزز. ايه انواعها؟ يعني السيمبيوزز هنا فيها كذا نوع اللي هو ايه التعايش، يا اما ميوتاليزم تمام او كومنساليزم اور بارازيتيزم. يعني A و B و C هم تحت عنوان تايتل من تايتل سيمبيوزز. سيمبيوزس، نحاول نردد معايا سيمبيوزس. طب أول نوع ميوتاليزم، النوع الثاني بي كومنساليزم، سي بارازيتيزم. يبقى لما يجي لي سؤال كومبليت تايبس اوف سيمبيوزس ار، تمام فود ريليشن شيب، يبقى هكتب ميوتاليزم كومنساليزم بارازيتيزم. اجين ميوتاليزم كومنساليزم بارازيتيزم. تمام، حد عنده أي تساؤل يكتب لي على الشات يا حبايبي وأنا أرد عليه. تمام، مفيش أي تساؤل، نكمل. ماشي يلا بينا، تعالوا نعرف أول نوع من السيمبيوزس، الميوتاليزم. طيب في قدامنا صورة هنتكلم عنها دلوقتي، هي إيه علاقة الميوتاليزم؟ هم عبارة عن علاقة بين الاثنين living organism مختلفين، كل واحد فيهم بيستفيد من الآخر وما فيش فيهم حد بيحصل له أي ضرر. هي it's a food relationship between two living organisms. تمام، لغاية هنا الكلام ده الكام سطر دول بيبقى ايه في كل definition من ايه السيمبيوزيس اللي هو mutualism أو commensalism، ولكن in which each living organism get benefits. يعني كل واحد يا أولاد من الكائنات الحية هنا بيستفيد من الآخر، أنا أديكي حاجة وأنت تديني حاجة، يبقى احنا الاتنين استفدنا. وإيه in form of food، طبعا في صورة طعام في صورة أكل. تمام، ومفيش حد فيهم بينضر، يبقى الديفينيشن مره ثانيه عشان لو جالي سؤال ساينتفك تيرم او كوريكت اندرلاين، يبقى ايه ميوتاليزم؟ هي ريليشن شيب، فود ريليشن شيب. نقول معايا فود ريليشن شيب بتوين تو ديفرنت ليفينج اورجانيزم، كائنين حي مختلفين، ان ويتش اتش ليفينج اورجانيزم كل كائن حي منهم gets benefit بيستفيد من الآخر from the other and is not harmed. هنشوف دلوقتي نبات الفول، أهو بشاور على ثمرة الفول والنودولار بكتيريا، تعالوا نشوفها إزاي بيستفيد كل منهم من الآخر. مثال food relationship between النودولار بكتيريا، شايفين العقدية دي حاجات كده، هي عقد عقد مدورة شايفينها على جذور نبات الفول أو البسلة أو الفاصوليا أو البرسيم. دي نباتات بنسميها ليجومينس بلانت أو ليجومينس بلانت، النباتات البقولية. أول حاجة النودولار بكتيريا، ماشي النودولار بكتيريا اللي هي بكتيريا عقدية أو عنقودية، ليجومينس بلانت بين، دي هنا المثال. طيب يبقى الاكزامبل هنا يا اولاد النودولار بكتيريا والليجومس بلانت الفود ريليشن شيب بينهم اسمها ايه؟ ميوتاليزم. طب تعالوا نشوف الكلام ده، النودولار بكتيريا بتعمل ايه للنبات؟ بروفايد ذا بلانت ويز نيتروجين، شايفينها على السهم اللي فوق ده مكتوب ان هي بروفايد يعني جيف ذا بلانت نيتروجين. تمام، والنبات يعمل ايه؟ يعمل البروتين. طب النيجر بكتيريا هتستفيد من النبات؟
the plant, the plant provide the nigella bacteria with sugar. يبقى احنا هنا زي ما انتم شايفين كده في سهم من النيجيريا بكتيريا رايح للايه؟ للليجيومينس بلانت. النيجيريا بكتيريا بتدي له ايه؟ To supply the plant with nitrogen. طب والبلانت after making food and form protein هيدي ايه للنيجيريا بكتيريا؟ Provide the plant, sorry, provide the bacteria, the plant provide the bacteria with sugar. يبقى هنا البلانت ادى للنيجيريا بكتيريا السكر. والنيجيريا بكتيريا عملت سبلاي للنبات بالايه؟ بالنيتروجين to form بروتين. يبقى هنا كل منهم استفاد من الاخر. طب يبقى تاني ايه هي العلاقة الميوتاليزم؟ هي food relationship between two living organisms. Each living organism get benefit from the other. ازاي؟ In form of food. عشان هي اسمها علاقة غذائية. Food relationship. أول نوع من السيمبيوزيس اللي هو قلنا إيه؟ ميوتاليزم. برافو، شكرا يا أحمد، إكسلنت، شطورة يا منة، ممتازين. مثال النيجيريا بكتيريا، الكلمة اللي مكتوبة بالأزرق، والليجومناس بلانت، بعض النباتات البقولية زي البين بلانت، أه بين بلانت. تمام، نيجي بقى نشوف هنا التبادل المنفعة، هما الاتنين استفادوا. النيجيريا بكتيريا supply the plant with nitrogen to form protein. طب plant supply nigella bacteria with sugar. يبقى كل منهم استفاد من الآخر في صورة طعام. Food relationship. حد عنده أي تساؤل حبايبي؟ اللي عنده أي تساؤل يكتب لي على الشات وأنا أرد عليه بالسؤال بتاعه. شكرا يا منة. Next. ايه بقى تاني علاقة غذائية تحت عنوان السيمبيوزس؟ هي اسمها كومنساليزم. طب هي عبارة عن ايه كومنساليزم؟ هي food relationship between two different living organisms. اول جزء في السنتنس هنا ده او الديفينيشن قلناه في نفس تعريف او الديفينيشن خاص بالميوتاليزم. طب يا ترى ايه اللي بيحصل هنا في العلاقة دي؟ شايفين قدامكم هنا في الاسبونج، تمام، في طبعا under sea depths في اعماق البحر. In which one of them gets a benefit. هنا two living organism. واحد فيهم بيستفيد from the other. بيستفيد ازاي؟ في صورة طعام. While the other living organism طبعا neither gets benefit, neither gets benefit nor harm. يعني ولا بيستفيد يا ولاد ولا بينضر. يعني مفيش استفادة ولا ضرر. تمام؟ يبقى هنا في only one living organism get benefit. برافو شاطر يا يوسف، برافو عليك، اكسلنت. انا هنا الفيشرز والفتحات اللي هي قدامكم دي الخاصه بالسبونج بتيجي تبقى فيها تستخبى فيها بعض الحشرات او اسماك صغيره، فتبدا تاكل وتحصل على طعامها وتاخذه كشيلدر. يعني ايه شيلدر؟ يعني مأوى، مكان تستخبى جواه من الحيوانات المائيه اللي ممكن تفترسها. اذا مثال هنا the tiny aquatic living organism. لازم يكون tiny عشان تخش هنا في الكانلز، الممرات دي او القنوات دي والفيشرز، الشكوك ديت، لازم تكون حيوانات صغيره مائيه. tiny means very small. معايا يوسف؟ شكرا يا منى، برافو عليك يا احمد طمنا. التايني اكواتيك ليفينج اورجانيزم جيت ذير فود اند شيلتر. يعني ليها استفادتين. الاستفاده الاولى انها بتحصل على الطعام بتاعها من بقايا نباتات، بقايا اكل، بعض الطحالب، ممكن تكون الديدان اللي بتعيش او الخنافس اللي في الميه، اكواتيك ايه انسكت. تمام، وكمان بتتخذ الاسبونج هنا كمأوى، مأوى مكان بتدخل تقعد جواه. يبقى التايني اكواتيك ليفينج اورجانيزم هي اللي ايه؟ مستفيده. فود وشيلدر، اكل ونوم. يعني هنا بتستخبى كمأوى وكمان بتجد الطعام بتاعها من حاجات بسيطه داخل الايه؟ الفتحات دي او القنوات. From the canals found inside the sponge. تمام؟ الاسبونج هل استفاد؟ هل اخذ حاجه؟ هل حصل على اي طعام؟ هل هو انضر؟ لا،
زي ما كاتب لي يوسف هو هنا neither get benefit nor is harmed، يعني ولا بيستفيد ولا بينضر، ولكن هو الكائنات المائية الصغيرة بتتخذ الاسبونج ده كمسكن أو مأوى، وكمان بتجد طعامها في حاجات داخل هذه التشانل. تمام، في أي سؤال؟ طب نقرأ بقى كمان مرة. الكومنساليزم هي food relationship between two different living organisms in which one of them gets benefit واحد بيستفيد from the other while the other animal أو another living organism الكائن الآخر neither get benefits in the form of food يعني بيستفيدش في صورة طعام nor harmed. تمام كده؟ يبقى لازم نعرف التايتل والشرح بتاعه الديفينيشن عشان يجي لنا scientific term والإكزامبل، عشان هنشوف دلوقتي في الأسئلة مجموعة من الإكزامبلز living organism وهنقول إيه نوع الفود ريليشنشيب. تمام؟ ننقل الجزء التاني جديد. البارازيتيزم، يبقى احنا اتكلمنا في السمبيوزيس A كانت الميوتاليزم، B كومنساليزم، C البارازيتيزم. هنا بقى البارازيتيزم دي هنقف عندها شوية. تعالوا نشوف ايه definition of parasitism. معناها التطفل. التطفل. It's a food relationship between two different kinds of living organism. تمام. One benefits from the other. واحد بيستفيد. وده بسميه parasite. المتطفل. أما الآخر. Why the other is harmed. هنا بقى الليفنج اورجانيزم الاخر بينضر. بس يا ترى بيموته، يعني البارازايت ده بيموت kill the harmed living organism اللي هو اسمه host؟ لا، بيضعفه، بيسبب له امراض. يبقى البارازايت هنا بيضعف الهوست. host معناها ايه؟ العائل. العائل بالهمزه على النبر، يعني الذي يعوله. تمام؟ يبقى هنا food relationship between two living organisms. تمام؟ one get benefit from the other. واللي بيستفيد اسمه ايه؟ parasite. while the other is harm. يعني بينضر، harmed. تمام؟ اسمه ايه؟ اسمه host. شكرا يا يوسف. زي عندنا ايه يا اولاد؟ زي البج، زي البلهارسيا وورم، زي الايه؟ موسكيتوز، زي الجاولس لامبري. زي ما شايفين هنا البج او الفليز، تمام، او اللايس دي هنا على الجسم من بره انا شايفاها، زي الموسكيتو كده انا شايفاها، الجاولس لامبري انا شايفاها، يبقى دي خارجيه. اما البلهارسيا وورم انا ما بشوفهاش، هي بتبقى في المياه الاستجنانت ووتر، المياه الراكده، تمام، في ميه المياه العذبه. هنقرا مره ثانيه البارازيتيزم عشان لو في اي كلمه مش واضحه. تمام، هي فود ريليشن شيب بتوين تو ديفرنت كاينز اوف ليفنج اورجانيزم، وان بينيفيتس فروم ذا اذر اند از نون از ذا بارازايت while the other is harmed. الليفنج اورجانيزم الثاني بينضر وتسمى او يسمى host. تمام، هنشوف دلوقتي انواع للبارازيتيزم. لو في اي جزئيه مش واضحه ممكن تكتبوا لي على الشات. هنتعرف دلوقتي على التايبس اوف بارازيتيزم، انواع البارازيتيزم. يا ترى كمان في انواع؟ تعالوا نشوفهم مع بعض. types of parasitism بتنقسم الى نوعين، external يعني خارجي زي ما شفتوا كده الايه البج او الايه جاولس لامبري او الايه الموسكيتوز، and internal parasitism. يبقى انواع البارازيتيزم، خدوا بالكم السؤال لازم نقراه كويس جدا لان ممكن هنا في تصنيفات وانواع. يا ترى ايه انواع الفود ريليشن؟ طب ايه انواع السيمبيوزيس؟ طب ايه types of parasitism؟ لازم نقرا السؤال، نقرا السؤال اكتر من مرة. في منها external parasitism و internal parasitism. تعالوا نتعرف اكتر على انواع كل نوع بالامثلة بتاعته. يا ترى ايه الضرر اللي بيقع على الانسان او على الهوست اللي البارازايت بيتطفل عليه؟
types of parasitism. جدول هو compare between internal parasitism. External parasitism بيبقى هنا البارازايت live externally، بيعيش خارج جسم الهوست. The parasites live externally on the host body and feed by sucking. What's meant by sucking؟ اسمها المص، بيمص دم الهوست. Sucking the blood of the host. يبقى the parasite live externally on the host body، بتطفل على جسم الهوست من الخارج وبيمص دمه. كده ممكن ينقل لي ميكروب. طب ايه الامثله يا حبايبي؟ موسكيتوز اللي هو الناموس، لايس الامل دي حشره بتصيب فروه الشعر لما يكون واحد مثلا بياكل وما بيغسلش ايده كويس، او بتنتقل عن طريق يعني عدم نظافه الجسم، نظافه الشعر. بجز تكس جاول سلامبري ذات ساكس ذا فيش بلاد. هنا جاول سلامبري هنشوف شكلها دلوقتي، وريتها لكم في السكرينه السابقه. تمام، بتقف على السمكه وتمص دم السمكه. تعالوا مع بعض تاني. external parasitism the parasite live externally يعني من الخارج on the host body and feeds by sucking. بتعمل ايه هنا البارازايت؟ بتمص دم الهوست، بتمص دم الهوست، وممكن وهي بتمص دم الهوست تسبب له مرض. طب أمثلة إيه؟ موسكيتوز، لايز، باجز، تيكس، جاول سلامبري، دي بتمص دم السمكة، بتمص دم السمكة. تمام؟ طب النوع الثاني internal parasitism. internal parasitism هنا بقى طالما internal يعني داخلي. البارازايت lives inside، خلوا بالكم هنا inside، في الاكسترنال كانت externally اهي، inside the host body، بتتطفل على الهوست في الداخل. وبتعمل ايه بقى؟ share the host its digested food، يعني بعد عملية الهضم ما تمت وخلاص بقى ايه في صورة simple form وهيستفيد منه جسم الكائن الحي، تيجي البارازايت تعمل ايه يا ولاد؟ تاخد وتشارك الدايجستد فود للشخص ده، اور فيد اون اتس سيل، يعني ممكن تمزق الخلايا والانسجه تسبب نزف للشخص الهوست. تمام، لو الانسان. تمام، طيب يبقى البارازايت ليفز inside the host body داخله، وبتعمل ايه؟ شيرز ذا هوست اتس دايجستد فود، خدت الاكل على الجاهز اللي اتهضم. أو لو ما لقتش تاكل بتعمل إيه؟ لا مش هتستسلم طبعًا. تعمل feed on، تعمل tear، بتمزق الأنسجة الداخلية وخلايا الجسم الخاص بالهوست من الداخل. طبعًا أنا مش شايفاها. أول واحد بيحس بقى بآلام شديدة، وممكن يحصل نزيف في الإخراج بتاعك اللي هو الستول الإبراز لما بتعمل defecation عند التبرز. مين بقى الشريرين دول الداخلي؟ البلهارزيا وورم، دودة البلهارزيا، تاب وورم، دودة شريطية، سكارس وورم، كلهم ديدان اهي واخدين بالكم، ليفر وورمز، دودة كبدية، فلاريا وورمز، كلها يا ولاد ديدان. على فكرة مش الدودة اللي بتخش تمام جسم الإنسان، ولكن بيبقى في مرحلة من مراحل نمو الورم هي اللي بتدخل مع الأكل أو مع المية الملوثة وبتوصل للمكان اللي هي هتتطفل عليه. دي تفاصيل هناخدها إن شاء الله في سنوات قادمة بإذن الله. يبقى هنا قدامنا عملنا كومبير ما بين external parasitism وinternal parasitism، متخصصين شايفين البارازايت متخصص، يا إما يتطفل من الخارج على جسم الكائن الحي، طبعا انا ممكن اشوفه. تمام، اهتم بالنظافه علشان ما يبقاش فيه لايس وما فيش فيه بج ولا اي حشرات تنقل لي اي امراض ولا ناموس. يبقى البارازايت ليف اكسترنالي على الهوست بادي من بره، انا ببقى شايفاه بعينيا حتى لو هي جسمها صغير. باي ساكينج ذا بلاد اوف ذا هوست، زي مثلا لو ناموسه قرصتك لازم اطهر ايدي كويس جدا وانضف المكان بحيث ما يبقاش فيه اي حشرات. امثله موسكيتوز، لايس، باجز، تيكس، والاخيره دي بقى في الميه
هي جاولس لامبري، تشبه السمكة بالظبط. ذات سك ذا فيش بلاد، بتمص دم السمكة، تمام، بتضعفها طبعا. أما الانترنال ده بيبقى داخل جسم الهوست، زي يعني ربنا يحرسنا جميعا مرض البلهارسيا، ده بتسببه بالهارسيا وورم، التاب وورم، دودة شرطية، اسكاريس وورم، دودة الاسكاريس، ليفر وورم، وفلاريا وورمز. يبقى هنا قدامي في نوعين من البارازايت، يا اما اكسترنال او انترنال. حد من طلابي الاعزاء محتاج اي سؤال؟ تمام. طبعا هو هنا البارازايت يا يوسف ما بيقتلش الهوست، ليه؟ لان هو حياته هتنتهي بان هو لو سبب وفاة الديث اوف هوست، لو الهوست مات يبقى هنا البارازايت هيموت، ولكن هو بيضعفه، causes weakness، بيسبب ضعف، causes certain disease، بيسبب له بعض الأمراض. تمام؟ تعالوا نشوف إيه بقى الأمراض دي مع بعضنا. طيب تعالوا نشوف، قبل ما نشوف الأمراض هنتعرف على إيه. بصوا الشكل اللي قدامنا ده، دي هنا البج، في هنا الفليس، البراغيث، تمام، الموسكيتوز. شايفين الجاولس لامبري؟ شايف الفم بتاعها عامل زي ايه؟ مضرب كده، فيها هنا ايه اجزاء مصة، خطافات كده بتمص بيها، بتعمل سك للفيش بلاد. يبقى الاكزامبلز اوف اكسترنال بارازايت، موسكيتوز، لايس اللي هو القمل، ودي حشرة بتصيب شعر الاطفال بالاخص، الفليس، ماشي، البجز، جاولس لامبري، ذات ساكس ذا فيش بلاد. زي ما انتم شايفين كلهم انا بشوفهم على جسم الكائن الحي. اما الجاولس لامبري هنا اللي تشبه السمكه، هي بتمتص دم السمكه، بتقف عليها وتشفط او تمص دم السمكه. طبعا كل دول يا ولاد اكسترنال، كل دول اكسترنال بارازايت. طب الانترنال بارازايت، ادي قدامنا بالهارسيا وورم، وسبحان الله عشان يضمن الكائن الحي التكاثر بتاعه وربنا بيخلقها الميل والفيميل مع بعض، يعني الميل بالهارسيا وورم والفيميل ان وان بودي. بعديها دي التاب وورم، ليه سموها تاب وورم؟ بصوا مبططه شويه، شايفينها شبه الشريط بتاع الشعر الرفيع بتاع البنات، ده شريطيه. وكمان اسكاريس وورم، شايفين تحس ان هي اسطوانيه شويه ورفيعه، دي دوده الاسكاريس، تمام، ودي الفلاريا وورم، دوده الفلاريا، تمام. احنا ممكن نعمل سيرش على النت، نعمل بحث بالعربي او بالانجلش ونستفيد معلومات كتير عشان to keep your body away from infection by any external or internal parasite. احنا ليه بنتعلم الدرس ده؟ ليه نتعلمه؟ علشان نحافظ على نفسنا ونهتم بالنظافة ونبتعد عن الأسباب اللي ممكن تصيبنا بإكسترنال بارازايت أو إنترنال بارازايت. أول حاجة طبعا لازم الكلينس اللي هو النظافة، يعني to keep your home, your room, your clothes, your hand clean. طب الإنترنال قلنا بالهارسيا وورم، تاب وورم، سكارس وورم، ليفر وورمز، فلاريا وورمز. يبقى لو انا وجدت في السؤال وورم، كلهم وورم، هي دي دهن، يبقى على طول ده انهي نوع يا اولاد؟ انترنال بارازايت، انترنال بارازايت، تطفل، تطفل داخلي، انسايد ذا هوست بادي، انسايد ذا هوست بادي. تمام؟ حد عنده اي تساؤل؟ لو في اي تساؤل اكتبوا لي على الشات. تمام يا يوسف، شكرا لك انت واحمد ومنا. ادي لستة بقى، شايفين الليستة اللي قدامنا دي؟ قائمة من البارازايت، زي ما قلنا في الاوبجكتيف بتاع درسنا، عايزين نعرف اسم البارازايت وايه الديزيز اللي بيسببه للانسان. تعالوا نشوف فلاريا وورم، دودة الفلاريا. شايفين هنا الصورة اللي قدامكم دي؟ في دي الرجل اليمنى ودي الرجل اليسرى، ايه الفرق ما بين الاثنين؟ شايفين الرجل الشمال منتفخه قوي كبيره، ودي بتسببها الدوده دي، بيسموها الفينتيزس ديزيز. سموها الفينتيزس جاي من كلمه فيل،
لانها لما بتصيب الشخص بتخليه احد اقدامه الارجل بتاعته بتكبر شويه كتير كده وتبقى شبه رجل الفيل. ربنا يحفظنا جميعا يا رب. فلاريا وورم اليفنتيزس ديزيز. طيب دي انترنال ولا اكسترنال؟ يلا نكتب كده على الشات، نكتب يا انترنال يا اكسترنال. فلاريا وورم، احنا قلنا طالما وورم تبقى ايه يا اولاد؟ شكرا يا احمد، اكسلنت يا محمد، ممتازين. يبقى اكسترنال ولا انترنال؟ زي ما قالوا كده زمايلكم شطار، انترنال. طب تعالوا نشوف موسكيتوز اللي هو الناموس بيسبب ايه؟ مالاريا ديزيز، مرض الملاريا، سخونيه بقى ورعشه وليها اعراض كتير. ممكن نعمل ابحاث حتى بالعربي عشان تبقى سهل عليكم تقروها وتفهموها عن ايه الامراض اللي بتسببها كل بارازايت. طبعا طالما الموسكيتو دي ناموس انا بشوفها بتقف على ايدك وممكن تقرصك من غير ما تاخد بالك، بس بتحس بعديها بلسعه كده. هنا الموسكيتوز بتسبب مرض الملاريا، تمام. طب والفليز اللي هي البراغيث، حشر دي بقى صغيرة جدا جدا جدا، بس برضو ممكن لو ركزنا ناخد بالنا منها، بتسبب بلاجيو اللي هو الطاعون. طيب نمبر فور، بيلهارزيا وورم، ودي بتسبب مرض البيلهارزيا، بيلهارزيس. كان زمان في فنان الله يرحمه عبد الحليم حافظ أصيب بيها، وفي ناس كتير أصيبت بيها لأنهم كانوا بينزلوا يستحموا في الترعة، بياخدوا كده يا سويمنج ان ووتر كانال، وكان بيصاب الشخص بمرض البلهارسيا. طبعا هي بتصيب يا الجهاز الهضمي يا الجهاز البولي، وتدمر يا الكبد يا بتدمر الجهاز البولي. لكن مع الوقت وتقدم العلم بقى ليها علاج لو اصيب الشخص بمرض البلهارسيا، بتسبب بقى النزيف في البول او البراز ومغص شديد للشخص. يعني ليها اعراض كتير انتم مش مطالبين بيها غير ان احنا نعرف اسم البارازايت بالهارزيا واسم الديزيز بالهارزس. طبعا سهله اهي، هزود بس ايه اس اي اس، يبقى ده اسم المرض. تمام. وورم، فلاريا وورم، بالهارسيا وورم، سكاريس وورم، هم الثلاثه يبقوا ايه يا اولاد؟ انترنال ولا اكسترنال؟ هي يوسف اكيد طبعا انترنال، تمام. طيب السكاريس وورم بتسبب ايه يا اولاد؟ انيميا، لانها فيد اون دايجستد فود، بتتغذى على الطعام المهضوم، يعني انت ما بتستفيدش من الاكل اللي انت بتاكله. يبقى لازم نراعي النظافة كويس جدا جدا أثناء ما بنغسل الخضروات، ما بنغسل الفاكهة، نغسل إيدينا كويس جدا قبل ما ناكل بالماء والصابون ونطهرها، وخصوصا في الأوقات اللي احنا فيها دي وممكن تنتشر يعني بعض الأمراض موجودة، تمام. لازم نحافظ على نفسنا من من أي إصابة بأي ميكروب على قد ما نقدر، ربنا يحفظنا جميعا. تيجوا نراجعهم بقى، يلا بينا، قولوا معايا. فلاريا وورم، فلاريا وورم، إليفنتيزس. علشان ما ننساش، بصوا شايفين الاف دي وانا بنطق كلمه إليفنتيزس، البي اتش دي بنطقها اف، إليفنتيزس ديزيز اللي هو بيسموها قدم الفيل، يعني الشخص بتبقى رجليه كبيره شويه زي قدم الفيل. موسكيتوز شايفين اول حرف ام، دي تسهل علينا بس ان احنا ايه اتذكر او ابقى ايه اجاوب بسهوله. وملاريا ام، اول حرف اول لتر اهو ام، موسكيتوز ملاريا، فليز فلاجيو. طبعا دي ما فيهاش حاجه ايه شبهها بس كلمه صغيره ايه مع فليز فلاجيو. اما بالهرزيا وورم واضحه خالص دي، ودي اسهلهم لانها بيبقى الديزيز المرض اللي بتسببه بالهرزيا وورم بالهرزس بالهارزس، تمام. اسكاريس وورم، اسكاريس وورم دودة الاسكاريس او الليتر A، وهنا المرض اللي بتسببهمنا انيميا او الليتر A. يلا بقى تاني، فلاريا وورم كوزيس الفنتيزيس ديزيز، موسكيتوز اللي حشرة طبعا انسكت كوزيس ملاريا ديزيز، الفليز كوزيس بلاجيو ديزيز، بالهارسيا وورم causes بالهارسيس disease، اسكاريس وورم causes انيميا disease. طبعا كل البارازايت دي يا اولاد feed on the digested food of the host،
لكن not kill it يعني ما بتقتلش الهوست، ما بتقتلوش، ما بتقضيش على حياته، ولكن causes weakness تضعيفه. يحصل ايه لو لو الهوست توفى؟ خلاص هي ماتت جوه الجسم، او مش هتجد، لو هي external parasite مش هتجد مصدر للايه، للاكل بتاعها. اي سؤال؟ حد عنده اي سؤال هنا من طلاب المتميزين معايا على الشات؟ طبعا لو هنا زي ما يوسف بيقول، لو الهوست مات يبقى الايه، باي باي، مات هو كمان البارازايت. ربنا يحفظنا من اي ميكروب. تيجوا بقى نراجع بعض الاسئله على الجزء بتاع امبارح، بسيط كده، ودرس النهارده. يلا بينا عشان نفكر ونجاوب مع بعض. أول سؤال، choose number one. هنكتب على الشات محمد وأحمد ويوسف ومنا، هنكتب رقم السؤال والليتر الانسر. The relationship between lion and deer is known. يا ترى mutualism, symbiosis, predation, parasitism. Which one is correct answer؟ يلا يا يوسف ومنا معايا على الشات حبايبي، منتظرة الإجابة. نمبر 1 ونكتب الليتر بس فقط لا غير، هتبقى إيه الإجابة؟ شكرا يا منة، إكسلنت. بريديشن، طبعا هنا اللايون هو البريديتور والدير هي البري اللي هي الفريسة اللي تم القضاء عليها. نمبر 2، the relationship between bilharzia and man، الإنسان ودوت بلهارسيا، is known as mutualism ولا symbiosis or predation ولا parasitism؟ يا ترى ايه الاجابه الصحيحه يا يوسف؟ شكرا، برافو عليك، ممتاز، اشكرك لاجاباتكم معايا ومشاركتكم. طبعا طلابي اللي ما بيحضروش الحصه الصبح لان معظمهم ممكن يكون في المدرسه، بقدر ادوس اضغط على اللينك الحصه وبسمعها مره واثنين وثلاثه واجاوب، والاقي الاجابه بتظهر بعد شويه، يبقى كاني حضرت الحصه. بس طبعا هو الافضل ان احنا لما نحضرها مع بعضنا، بس طبعا الحصه بتبقى ايه، صباحا. يا ترى الاجابه هنا ايه يا يوسف؟ كنت مستنيه الاجابه تظهر. برافو، اكسلنت، اكسلنت، برافو، شاطر يا يوسف انت ومنا واحمد، شاطر شاطر يا محمود، برافو. طيب نمبر 3، space is the food relationship between sponge and the tiny aquatic organism. يعني هنا الاسفنجيات والكائنات المائيه الصغيره، يا ترى ميوتاليزم ولا كومنساليزم، بريديشن ولا باراسيتيزم؟ يا ترى الانسر تبقى ايه يا ولاد؟ هنا نوع التغذيه ايه؟ نوع العلاقه الغذائيه ايه مع بعضنا؟ ها اشوف الاجابه، شوف الاجابه مع بعض على الشات. شكرا يا كارين، ممتازه، اشكرك لاجابتك نمبر 2، اكسلنت، ثانكس ا لوت، يس. What about number 3؟ يوسف، ممتاز ممتاز ممتاز، شكرا يا يوسف، تستحق ان انا اسقف لك، اكسلنت اكسلنت، ممتاز، شكرا. طبعا هنا تناولنا الثلاث اسئله دول بالانسر، اشكركم. السؤال بعد كده، تشوز، تكمله اللي تشوز، the animal which divorce another animal is known، يعني في هنا حيوان افترس حيوان اخر، the animal which divorce اللي افترس another animal is known، يا ترى ايه الاجابه؟ predator، برافو، ممتازين، excellent. next is an insect eater، plant يعني نبات بيتغذى او بيصطاد الحشرات، ايه الاجابه؟ سكارس، بين، دروسيرا ولا المشروم؟ ايه الاجابه هنا؟ برافو يا احمد، برافو، دروسيرا بلانت. يبقى هنا الدروسيرا بلانت هي الانسكتوفرس، والانسكت هو البريل الفريسه اللي اتاكلت. نمبر 3، the relationship between spider and insect. Spider and insect اللي هو بيعمل woven، بيعمل ايه، شبكة كده، is known as،
يا ترى ايه الانسر؟ ميوتاليزم سيمبيوزيس بريديشن بارازيتيزم. ايه الاجابه؟ هيا محمود وكارين، ممتازه يا كارين، شكرا ليكي، برافو، اكسلنت، شكرا يا يوسف وكارين، ممتازين. بريديشن، يس، السبايدر طبعا بنى شبكه اصطاد فيها الحشره، طبعا الحشره بايه ما بتعرفش تخرج من الشبكه دي وبيفترسها. نيكست، complete the following statement. Types of food relationships between living organisms include. انا عندي ثلاث انواع، او النوع بريديشن. ايه كمان يا اولاد؟ في عندي كمان نوعين، نشوف الاجابه مع بعض. سابروفيتيزم سيمبيوزيس. طبعا درس البريديشن اخذناه امبارح، النوع اول نوع من الفود ريليشن. النهارده شرحنا بالتفصيل السيمبيوزيس، باذن الله نيكست ويك هنشرح السابروفيتيزم، وهيبقى في ريفيجن على الليسون 1 كله. ديورينج فينومينا، ايه الظاهره او المفهوم؟ ذا ليفينج اورجانيزمز تشينج اتس كولر تو سيميوليت اتس سراوندينج انفايرمنت. تمام، في بعض الاسئله على الليسون امبارح عشان نعمل عمليه ريممبر لي، هتبقى الاجابه كاموفلاج التمويه. نمبر 3، وات از ذا ريليشن فود ريليشن شيب بتوين نودولار بكتيريا اند ليجومينوس بلانت، يعني النباتات البقوليه، هتبقى الاجابه نبات الفول والبكتيريا ميوتاليزم. احنا قلنا طبعا ان كل منهم بيستفيد من الاخر في صورة طعام. نكمل كومبليت. لايس اند وي هاف تو رايت تو انذر اكسترنال بارازايت. هنا بارازايت ذات ليف اون او اكسترنالي اون ذا هوست بودي. من الامثله اللي قلناها النهارده؟ شكرا يا يوسف، شاطر يا يوسف، ممتاز، اشكرك، ما شاء الله عليك، ممتاز. طيب نشوف الاجابه هنا هتبقى ايه يا ولاد. برافو يا محمود، فليز، انا كتبتها برضو زيك، اكسلنت. وايه كمان؟ موسكيتوز واللايس، ماشي. يبقى عندي هنا مور ذان وان اكزامبل لبارازايت ليف اكسترنالي اون ذا هوست بودي، بيتطفل على جسم الهوست او اللي يعوله، اسمها العائل بالهمزه، على الجسم بتاعه. طيب نمبر 5، ليفر وورم اند وي هاف تو سبيس ار فروم بارازايتس ليف انترنالي او انسايد ذا هوست بودي. احنا عارفين ان هم كلهم وورم، شرحناها النهارده، معظمه بج. برافو يا يوسف، اكسلنت، ممتاز. طبعا يوسف كاتب لي مثال كمان على الاكسترنال بارازايت اللي هو البج، ممتاز، اشكرك اشكرك. يعني ممكن واحد يكتب اجابات تانية غير اللي ظاهره قدامه، because we have more than examples. طب نشوف الجروب الورم ده بقى، سكارس وورم، كمان فلاريا وورم، بالهارسيا وورم، تاب وورم. يعني ممكن في طلبه بتجاوب اكتر من مثال، مش شرط ان هم اللي انا كتبتهم دلوقتي على الشات على السكرين في الحصه. تمام، ليفر وورم، بالهارسيا وورم، سكارس وورم، تاب وورم. اختار الكلمات البسيطه السيمبل علشان ما اخطاش فيها. نيكست، give one example. هذا example لبريديشن ريليشن شيب، طبعا example للافتراس، بريديشن فود ريليشن شيب، هتبقى ايه يا ولاد؟ كات ورات، اصغر كلمتين، كلمتين صغيرين وسهلين وبقدر اكتبهم بسهوله. نمبر 2، ميوتاليزم ريليشن شيب، علاقه الميوتاليزم اهي، النودولار بكتيريا والليجومينوس بلانت. تمام، نمبر 3، الميمكري، التنكر. سام بي بتتنكر في في زي الواسب، لان في حشره بتخاف من الواسب بس بتاكل او بتتغذى على البي، فهي البي هنا قلدت الواسب بالستريبس اللي على جسمها عشان الحشره الثانيه تخاف وتجري منها. البارازيتيزم ريليشن شيب، ماشي، موسكيتوز. تمام، وممكن اقول مثال ثاني زي الليفر وورم، سكارس وورم. ايه نوع تاني من الاسئله تكمله الوان اكزامبل؟ بارازايت كوز
ملاريا ديزيز. هنا يسألك على النيم وبارازايت بس عن طريق المرض اللي بيسببه للهوست. يا ترى ايه اللي بيسبب الملاريا ديزيز؟ موسكيتوز، برافو، وده اكسترنال بارازايت. نمبر 7، بارازايت كوز انيميا ديزيز، بيسبب الانيميا. احنا قلنا هنا ملاريا ام وموسكيتوز ام، انيميا يبقى ايه؟ دودة الاسكاريس، سكاريس وورم. طب another parasite cause elephantiasis disease، اللي هو المرض اللي هو قدم الفيل، يعني المريض بيبقى القدم بتاعه او رجله كبيره جدا شبه رجل الفيل. يا ترى ايه الاجابه؟ فلاريا وورم. تمام، في امثله تاني مس امل؟ parasite cause bilharzias disease، مين هو؟ بالهارسيا وورم، دوتة البلهارسيا. نمبر 10، بارازايت كوز بلاجيو ديزيز، وده هنا الفليز. يبقى لازم يا ولاد نعرف اسم البارازايت واسم المرض. في أسئلة تاني؟ أنا عملنا هنا بقى، هنكتب في الجدول ده نوع الفود ريليشن شيب، نوع الفود ريليشن شيب. طبعا ان شاء الله الاسبوع الجاي هيبقى فيه ريفيجن على الليسن كله بعد ما نخلص شرح السابروفيتيزم. اللايون والدير ايه العلاقه اللي بينهم؟ اللي هي الفود ريليشن طبعا هتبقى بريديشن. تمام، طب نمبر 2، الدروسيرا والانسكت، ده انسكتوفرس بقى يا ولاد، بريديشن امبلانت، هو افتراس طبعا بس في عالم النباتات وده ليس كومن. سكاريس وورم والانسان انترنال بارازيتيزم، اول ما الاقي كلمه وورم نعرف على طول يا ولاد ان هو انترنال. طب النوجلر بكتيريا والليجومناس بلانت، النوجلر بكتيريا والنباتات البقوليه. ميوتاليزم، طبعا both of living organism بيستفيد من الآخر in form of food. طب الموسكيتوز والهوست، طبعا ده موسكيتوز الناموسة، ده external parasitism. بالجدول ده يبقى يعني يعتبر ان احنا حلينا معظم او ناقشنا معظم نقاط الحصه بتاعتنا النهارده من حيث انواع البارازايت والمرض اللي بيسببه ويا ترى هو انترنال ولا اكسترنال. محتاج تذاكر كويس جدا ويا ريت بالورقه والقلم ونحل عليه اكسرسايز كتير كتير. سعدت بيكم جدا جدا النهارده، وقتكم بيمر بسرعه، اتمنى ليكم كل ان شاء الله خير بإذن الله، وألقاكم الأسبوع القادم بإذن الله. كان معكم مس أمل محمد إبراهيم، معلم كبير علوم، مع تمنياتنا جميعا بالتوفيق من الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.